يا استاذ لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا ولد، ما تمشي تشيل الحاجات دي قدام هناك. دقيقة يا استاذ، يا استاذ الكراتين بتاعت الصابون دي رحيلة في بتاعت بوكسي واقف برا يا اخوانا، ما تفوتوه يا اخي، ما ممكن يا اخي. يا استاذ انا اخلي مكتبي اجي اشتغل معاكم هنا يا استاذ. دقيقة ولو سمحت يا ابو سبب، المكنة دي انا كلمتك 60,000 مرة وقلت لك ما تشغلها، ما تشغل المكنة دي. مالك يا اخي؟ المكنه خليها هسي، شغل المسا يا استاذ لو سمحت. عليكم السلام. عشان انا عندي زمن ومستعجل جدا. هاي عارفك زبون جديد، زبون جديد صح؟ لا يا استاذ، خلينا تيم كلامي وبعد ذاك اتكلم. ها انا كلامي. عندي زمن، هاي عندي كلام دار اقوله لك. هاي. انا المسؤول من اجراء. يا ولد ما قال لك ودي الكراتين دي هناك، انت مالك ما بتسمع الكلام كذا يا اخي؟ ودي الكراتين دي هناك يا الله. يا سيد يا استاذ، والله بالطريقه دي حتطيروا زبايننا كلهم، ما ممكن الواحد يكون كذا يا اخي بالمستوى ده يا اخي. ايوه يا استاذ لو سمحت. لو سمحت يا استاذ. ايوه معك. لو سمحت. ايوه معك. لو سمحت. ايوه خليك مركز معي شويه. ايوه انا المسؤول والمندوب عن اجراءات السلامه في الورشه بتاعتك الهنا دي. اب 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 اب. لا دقيقه. لا ما الباب وين؟ وفي شنو مالك؟ اهلا اهلا ومرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بك وشرفتنا والله. تسلم والله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الحمد لله. الله يبارك فيك. يا ولد خلي الكراتين دي، جيب مويه، جيب مويه يا ولد، خليه. يا استاذ فوت الزبون ده لازم يجيب مويه. يا استاذ انا شارب مويه، مارق من البيت دائما بفطر وبشرب المويه، ويعني المدام ما بتقصر. انا جاي له عمل وماشي عمل، فهمت انا قاصد شنو؟ انا داير اعرف اجراءات السلامه اللي عندك هنا في الورشه القاعد تتبعها مع العمال والموظفين بتاعينك في الورشه بتاعتك، اوكي؟ طبعا انا جاي، خلينا اكمل. انا جاي داخل وشايف في طفايه واحده معلقه وتحت الخط الاخضر، فاهم شنو يعني؟ بما انه انا مدير هذا المصنع انا برحب بك كثير جدا وبشرف بحضورك لنا، وانا اشكرك كثير جدا. جميل. وانا اسف جدا لتجاهلك في بدايه الحديث. نعم. لكن ما في مشكله. نعم. انت كده روق واشرب لك مويه بارده. يا ولد ما تجيب المويه يا ولد. يا اخي جيب المويه. شنو يا اسم الكريم منو؟ اسمي انا عبد الجبار. ده المدون عندي هنا. ايوه. ورشه عبد الجبار، الورشه الصناعيه. مصنع لو سمحت. معلش. مصنع. أيوة. مصنع عبد الجبار. أيوة. طيب يا استاذ عبد الجبار. ايوه. انا عندي وقت ضيق لاني حامشي بقيه المصانع اللي بجاي والورش وحتى البيوت اللي بورب هناك. لا. اللي هي قاعده تتعرض للابخره. طيب. و و و و والمجاري بتاعت المصانع الطالقه في الشوارع سيدي. انا داير اسالك سؤال، اديني التقرير دلوقتي اللي بخص الاجراءات بتاعت السلامه، خصوصا وانا داخل اكتشفت انه العمال عندك ماشيين بدون سافتي شوز. ها بدون سافتي شوز وبدون جلاوز وبدون اني كمامات وبدون اني طواقي، فاهم كلامي يعني شنو؟ بطل كلامك ده واستهبالك ده وامشي جيب لي الاجراءات. انت لازم تشرب قهوه عشان تهدي اعصابك كويس عشان نقدر نتفاهم. ارجوك ريا خاص ممكن تهدى شويه. يا بيت محاسن عبد الجبار. محاسن يا محاسن. استاذ عبد الجبار قهوه خفيفه لو سمحتي. يا استاذ عبد الجبار ومعاه واحد نعناع. يا استاذ عبد الجبار. نعم. انا داير اعرف انت اتخذت شنو من الاجراءات عشان نقفل سلامه العامل اللي عندك والموظف اللي عندك. اسمك كريم. في ابخره. ها اسمك كريم منو؟ انا اسمي عاطف. يا عاطف كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الحمد لله. يا ولد ما تجيب المويه. لا اله الا الله. يا اخي جيب المويه. جيب المويه. كلمتك 60,000 مره، خلي البوكس خليه، الزبون ده ما داير انه. جيب المويه. ما تضحك لي. عبد الجبار. ايوه. عندك تقرير ولا ما عندك تقرير؟ عشان انا ارفع تقريري واوديه هناك. عندك تقرير؟ انا موظف خد في بالك. انت حسي شايف عليه شنو؟ انا داير. لا شايف عليه شنو؟ المصنع ماله؟ شايف ماله؟ انا شايف العمال ماشيين من غير احذيه بتاعت سلامه اليوم ومن غير جلاوز وفي ابخره وفي ماكينات بتاعت براده وفي بتاعت حديد وفي مخارط وفي حديد ممكن يقع في رجولهم يقطع لهم كرعينهم، فاهم الكلام ده ولا ما فاهم؟ يا اخواننا المصيبه اللي وقعت فيني الليله دي شنو؟ المصيبه اللي وقعت فيني دي شنو؟ يا اخي دي ما يا اخي انا من الله خلقني في المصنع ده ما حصل في زول جاني شايل له حاجه زي دي ولا قال لي انا مراقب ولا ما مراقب يا اخي. انت يعني مفتكر بس بجوك بتاعين الضرائب وبجوك بتاعين الكهرباء يا عاطف والكفايات؟ تمام. ما في برضه اجراءات سلامه متبعه في كل المصانع على راسنا وفي كل الورش على راسنا وفي كل المستشفيات على راسنا وفي كل مجال بيخدم فيه عامل على راسنا.
طيب على راسك على راس ساعة والله شو على راسك. لكن في البداية أنا دايرك تهدي نفسك شوية عشان أفهمك الحاصل. طيب يا سيدي أيوة. أنا هديت نفسي. يعني إحنا أول مرة تمر علينا حالة زي دي. حالة كيف يعني؟ حالة إنه يجينا مراقب عشان يفتش سلامة العامل. طيب جميل. يعني أنا ما حصل يا ابني. جميل جميل. أيوة. أنت لما مشيت أخذت الترخيص ما كان في إجراءات بتاع السلام مفترض تتبع زي ما إجراءات الرخصة اللي بتطلع للمحل وإجراءات المنشأة وإجراءات المصنع؟ ما كنت عارف الكلام ده ولا قاعد تتجاهله؟ في شنو يا أستاذ؟ أنا داير أقول لك كلام. نعم. أنت الليلة فاطر معانا عشان أنا أعرف الموضوع بالتفصيل. يا أستاذ. يا حياة. يا الله. يا حياة. يا الله. عليك الله حضر الفطور. حضر الفطور. أنت ما مارق من هنا. ما مارق من هنا لحد ما تفطر معانا. يا استاذ انا عندي زمن. اي انا عندي زمن. لا زمنك نحن على راسنا قلت لك. نعم. ما خلاص يا دا شغل. انا داير حاجه واحده صغيره جدا جدا. انت فاهمني؟ أيوة. انا عايز التقرير وعايز اشوف بعيني دي الاجراءات واشوف المعدات اللي قاعد تتبعها المصنع بتاعك والورشه بتاعتك عشان اجراءات السلامه للموظفين والعاملين. انا اقول لك صراحه. نعم. تفضل. انا عندي مسؤول يعني في زول مسؤول من السوفت مانجمنت بتاع المصنع. يعني انت اللي ماسك الاداره؟ يس. بس طيب وين المسؤول ده؟ مسؤول السوفت مانجمنت. ايوه. اوكي نحن نجيبه لك. أه. فانت تهدى في البدايه عشان نروق شويه كده وتورينا احنا دايرين نعمل شنو يعني. يا استاذ بعدين شنو يا اخي عامل شنو يا اخي اللي بيضعوا له سلامه وما بيضعوا له سلامه يا اخي؟ ده كلام كثير يا اخي. لكن ما ممكن نتحمل كلام زي ده يا اخي. مال العامل يا اخي انا ضع لي سلامه يا اخي. يا انا غني بفتش في الارباح ولا غني اقوم العامل شنو يا اخي؟ يا استاذ كرونا وطلعوا روحنا يا اخي. يا استاذ يا عاطف كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. يلا طيب انا 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 دلوقتي هادي جدا ويا ريت تبعت لي الزول المسؤول عن القسم الخاص باجراءات السلام. اوكي يا ريت والله. اوكي عشان انا مستعجل شويه. طوالي يا ريت والله يا استاذ. الو اخلاص 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 اسمعيني. انت مسؤوله من السوفت مانجمنت. ايوه ايوه بس خلاص في زول هنا داير يقابلك. تعالي قابليه كويس. اوكي يلا خلاص يا عاطف. مرحبا يا انا طبعا عندي اشغال كثيره كده. لا تفضل. عندي اشغال كثيره كده وما داير هنا لكن انا حاجيب لك المسؤول عن السلامه. جميل بس يا ريت تستعجل لانه انا عندي لفه طويله وعريضه والله. اوكي اوكي يا ريت. تفضل. تمام تمام تفضل. وات الشو ده؟ الله لا غزه فيك بركه يا عبد الجبار. ايش هسر اي لا اقول لك شنو سلامه شنو يا شنو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. مرحبا استاذ الله يسلمك. كيف اخبارك؟ ان شاء الله كويسه. انا قابلت في الحقيقه عشان زماني مستعجل شويه حشرح لك سريع. قابلت الاستاذ عبد الجبار. وانا المسؤول والمندوب عن السلامه والامن في المؤسسه بتاعتكم وأنا والمصنع. وانا المسؤوله عن السلامه والصحه المهنيه في المصنع. جميل جميل جدا جميل جدا. مرحبا شرفنا والله استاذ. يا ريت انا لو قابلتك من قبل يا اخي. مش الراجل كل دقيقه شاي قهوه شاي قهوه. ده المدير. ده شنو ده؟ ده المدير. معلش طيب لو سمحتي انا جاي داخل وملاحظ انه عندكم هنا ما في اي اجراءات متبعه للعاملين والموظفين بالمصنع عندكم هنا. يعني سالت عبد الجبار فبعتك لي عملت شو في طفايات انا لقيتها تحت الخط الاخضر ودي معناتها ديت اوف يعني جيم اوت انتهت يعني معرض الناس الحريق ممكن ينشف في اقل من ثانيه يا استاذه اقل من دقيقه ممكن يكمل المصنع والورشه ويعرض حياه العاملين للخطر. لا لا ما ثاني حاجه لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي في اجراءات بتتلبس في المؤاخذه في الرجل تحت اللي هو الشوز بتاعت السلامه دقيقه لو سمحتي وفي طواقي وفي كمامات لانه الحداده والبراده وفي في حاجات بتطير في العيون روائش من الحديد ممكن تعمي انت عارفه الخطوره دي. انا وعنده النظارات. انا ما شايف انا ما شايف اي حاجه. انا لو سمحت تجيب لي التقرير سريع عشان انا ماشي اجيبه شنو التقرير بتاع اجراءات السلامه المتبعه هنا ولو في معدات يا ريت تجيبوها لي ناس. لا لا سلامه ما في سلامه يا انتوا وينو الجزم اللي جبناه لكم النظارات ما كنتوا لابسينها واقفين كده زي هنا كيف والله سلام عارف انا دربي ده هسه حمدت لي مره السلامه وجيت سلامه بيوت اي سلامه بيوت
هنا انا المسؤولة، عندنا مكتب يعني انا المديرة. لا انا داير اعرف. جابوا لك شاي؟ لا. عبد الجبار ده ما جاب لك شاي؟ يا استاذة انتوا قصة الشاي والقهوة دي عندكم شنو هنا انتوا؟ خش اشرب لك الشاي والقهوة الطوالي والفطور شنو في شنو؟ انا داير اعرف حاجة واحدة، عندك تقرير لإجراءات السلامة في المصنع ده ولا ما عندك؟ الله لا غزة فيك بركة يا عبد الجبار عندي. طيب وينو التقرير ده؟ جيب لي التقرير. وساي كده ما تفضل جوا. تفضل اشرب قهوة ولا شاي ولا فطور؟ تاني اشرب قهوة؟ شربتها؟ انتوا ما بتفهموا يا شابة يا استاذة. نعم. لو سمحتي انت المسؤولة عن قسم السلامة والصحة المهنية. والصحة المهنية في المصنع ده. جميل. عندهم طفايات. جميل. هذا جميل. هذا شو؟ جميل جميل. ده واحد. انا لقيت ما لا يقل عن 18 واحد ماشيين بسفنجات، سفنجات خضر. يقولوا مش هيتوضوا. يتوضوا الساعة الساعة 8 9 صباحا 10 صباحا. يا استاذة انتوا مالكم الحصريات؟ لا لسه. لو سمحتي عيني انا عندي الاجراءات شايفه، انا عندي اسم المصنع هنا وعندي اسم العاملين وعندي هنا في الورقه دي اجراء. نعم مصنع عبد الجبار. تفضلي. انا داير اعرف. تفضلي هنا ده. انا دايرك اسي هنا ده تجيب لي التقرير عشان املا انا الفورم. لا التقرير بجيبه، التقرير بجيبه مش السلامه ولا الصحه المهنيه فيه. ايوه والمعدات المستخدمه اللي بيلبسوها العاملين في حماية وسلامة من التقطع والحديد والعويق والحاجات دي كلها. ما كلام ساي. انتوا اداكم الرخصة دي كيف؟ رخصة مش فاهمين الكلام ده؟ ما قاعد اسوق انا. يا رب. اي عين لا وانا ماسكة شغلين. اها. ماسكة شغلين ثاني عندي برضه، شغالة محاسبة وشغالة السلامة. طبعا انت عارف شغل السلامة ده كثير. اي سلامة كثير لكن ما عملت حاجة والله. كيف ما عملنا عليك الا سعين عليك الا ما في هنا ما في؟ سفنجة 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 سفنجتين ثلاثة سفنجة. هذيل جزمتين يا زول، هذي واحدة من الجزم. ديل ديل معلش ديل لانهم واعين بالمسألة دي، واعين بخطورة المسألة دي، لكن بقية العاملين عملت لهم شنو؟ بذلت يا مجهود في توعية من المخاطر ومن بعدين. تعالي لو سمحت شوف هنا، شوف هنا، شوف الزيوت دي، شايف الزيوت دي؟ الزيوت دي بتسبب اضرار كبيرة جدا جدا. جاتني لفة راس. يعني لو زول عنده اشكالات في الانفيزاي ممكن تأذيه أذية بالغة. وين الكمامات يا استاذة؟ وين الجلاوزات؟ وين؟ وين الجلاوزات؟ وين ال 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 الجلاوز وين؟ ده تخصصي يا استاذة ارجوك ما بسمع لك. ما تضحكي لي. عندي له فترات، جاني له فترات. لو سمحتي، لو سمحتي. بس هناي كده ملح بسكر واجي. ودي جاتك من وين؟ ما هو ده من بالشم بتستنشق في الابخره دي. انت بتحاسبي ساي؟ بتحاسبي ساي وما عارفه انه الموظف والعامل ده محتاج لشنو؟ عارفه. ما بيحتاج للراتب بس. ولا انت بتحتاجي له ليده او لخبرته. بيحتاج ايضا لسلامته وسلامه نفسه، حتى بعد ما يكبر ويمشي البيت ويرقد. بيكون هو في صحة جيدة. وانا المديرة. مش تجيو ربو ولا سعال ولا والعياذ بالله، حاجات كثيرة ما بتجي ان شاء الله ما بتجي. انا افتكر رسلنا لكم كتيبات كثيرة جدا بتعنى بصحة العامل. اديني التقرير لو سمحت. صحة العامل هذول العمال جنبك. اديني التقرير لو سمحتي. احنا قاعدين نحافظ على صحتكم ولا ما قاعدين نحافظ؟ تعال قول لي وينو لابس الجزمة، تعال قول لي قاعدين نحافظ ولا ما قاعدين نحافظ؟ هذا؟ وينو؟ شوف هذا هذا يلبس لك شنو ثاني؟ يخش جواها؟ السلام عليكم. نعمل لك شنو؟ الله يبارك فيك، احوالك الله يسلمك، الله يبارك فيك، الله يسلمك. اسم الكريم منو يا استاذ؟ الله يسلمك. مجدي، يا مجدي، انا متاكد انه مجدي ده هو النموذج الوحيد اللي ممكن يحتذى، لكن عنده برضه اشكالات. عنده اشكالات، وين الجلاوز؟ مجدي انت هسه شغال في ماكينه. ماكينه، ها؟ قلت شنو يا استاذ؟ وفي طاقيه يا مجدي، لو ما من الشمس بس بتحمل لك راسك، لو وقعت حاجه، مفك، زرديه، اي حاجه ممكن تاذيك يا مجدي يا اخي. مجدي ده طاقية لي يا مجدي، قال لي عليه؟ أنت قال لي لأن زول عنده صلعة؟ ما كده؟ وسخانة وغسلتها؟ طلعها عشان غسلها، خلاص يا مجدي أمشي، شوف اللي هناك. معلش معلش، ده نموذج واحد بس لابس حاجة واحدة، احنا عندنا نموذج وما في نموذج، أنا بفتش من قبل ما في نموذج، أهو فتش يا أستاذة وين؟ وين الطاقية بتاعت الراس؟ وين الجلاوز؟ وين الأندرشوز؟ وين 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 وين؟ وين الكمامات؟ وين؟ ما في. يا اخي انا اسوي لك شنو يا اديني التقرير لو سمحت. اديني التقرير لو سمحت. لابس طاقيه سيول الحر، لابس طاقيه قدر ده. معلش دي اجراءات السلامه. سلام سلامه. نعم. واقف لي اصلا انا قريت محاسبه، انا شغاله هنا دي بتاعت محاسبه من قبل. والسلامه دي عاملاها ساكت مني خدمه لعبد الجبار ده. يا اخي كرهتني من قبل وانت بتاعت محاسبه.
في حسبك رب العالمين. خلاص بعد لك زول ثاني لانه انا اصلا ذاتي مشغوله. هسه انا اعمل المحاسبه ولا السلامه ولا اسوي لهم بالله نادي لي زول سريع لانه انا مستعجل مستعجل جدا لو سمعت. ما في ولا واحد ولا واحد لابس له كلهم سفنجات اهو كلهم سفنجات. دقيقة يا أستاذ دقيقة، أنت شغال هنا مش؟ أنت عامل هنا ولا موظف ولا مهندس ولا شنو يا أستاذ؟ لا أنا شغال هنا. شغال هنا مش؟ في مصنع عبد الجبار؟ أي في المصنع. في مصنع عبد الجبار العمال. الحمد لله الله جابك عمال. أي طيب يا أستاذ دقيقة، خطوتين لقدام تعال. خطوتين؟ أي بس هنا أنا داري أعرف يا أخي بصدق شديد جدا يعني. أنتوا هنا ده في مصنع عبد الجبار ده صرفوا لكم الزي صرفوا لنا المواهي، صرفوا لنا الحوافز لكن لسه ما ادونا لها. أيوة. والله شفتها صرفوا لنا دي. ما قلت لها صرفوا لكم. أيوة. انا قلبي فحا. لا انا دار اتكلم في حاجه لانه الحوافز لسه ما ادونا لها عبد الجبار. أيوة. ما اداكم والتشغيل لسه ما جابوا. لا دي بدكم لها. انا بتكلم. أيوة. في شيء ثاني. أيوة. انا اعرفك عن نفسي، انا ما شغال اوفر تايم. اي كويس. انا قدامك ده. أيوة. بشتغل اوفر تايم. انا شغال 20 سنه في المصنع ده، مصنع عبد الجبار. هاي 20 سنة. طيب بعد ما خلاص المعاش قرب. بتعرف جميع الورش كلها؟ جميل. طيب انا داير اسالك سؤال. هاي. انا مندوب السلامة والامن. هاي. الصحي والسلامة الصحية والسلامة. هاي. النفسية حتى بالنسبة للعامل والموظف. هاي. ومدير الشركة والصراف وكلهم. نعم. اللي انا داير اعرفه. هاي. عبد الجبار ده مما 20 سنة حصل اداك لا مؤاخذة جزمة كبيرة او شوز سافتي شوز عشان انت في حديد بتجي ماشي ممكن يجري حق يقطع عليك رجلك. هاي. في جوانتي كبير جلاوس كده بتلبسه. هاي. من جوانتي. من الخدوش. هاي. هاي. في كمامات لانه. هاي. انا هسي داخل حتى الشفاطات بتاعت الهواء ما في ابخره ممكن تستنشقها انت وتعزيق. هاي. على المستوى القريب والبعيد. لا انا ما بكتم نفس. يا استاذ انا ما شفني كده والله انا ما شفني كده. انا شفتها. انا ما فاهم المصنع ده. انا حافظه حفظ. نعم. انا بس يا اسمك منو؟ انا اسمي عاطف. عاطف. نعم يا اخي. خليك كلم لنا المدير. يا أه؟ كلم لنا المدير. نعم. قول له انتوا ناس كبارات يا اخي. قال لك الله نحن عمال مساكين يا اخي. يا خليك الله كلمهم يا قول له قول له ادونا. انا اوفر تايم حقي لا سمح صرفوا لي. انا شوف انا يعني دي الاكل ده. انا شفت الاكل ده. أي. لما ناكل تمام. أيوه. صحه تمام. نعم. الباقي ده ما قدر سايم من رب العالمين. طيب انا داير اعرف. انا داير اعرف. انا عندي يعني جاي هنا عشان اعرف الاجراءات اللي بتتبعها هنا عبد الجبار في. أي. شركته. أي. لحمايتك انت كزول عامل عندك خبرتك عشان ما تتاذي في اصبعك ما تتاذي في رجلك ما تتاذي من الابخره. انا ما عامل حسابي. ما عامل حسابك انت. هو جاي ماشي زين. احنا بنعمل صابون نظيفين. انت لابس ابرول بس. احنا بنعمل صابون عشان كده نظيفين. لا صابون والله. شنو يعني صابون لشنو؟ بنعمله ونصنعه. يعني في صابون بتدخله بجاي؟ لا ما بعمل. بكتم نفس ما في حاجه بتخش. بعد ذاك بتخرج بمشي محل التعبئه. استاذ انت شنو بكتم نفس اكتم نفس؟ انت بتكتم نفس من ما تخش لغايه ما تطلع الظهر؟ ما خبره. يا الهي خبره. يا كم سنة يا اخي؟ انت اسمك منو يا اخي؟ انا شوف اسمك منو انت؟ انا شوف يدونا يصلحوا الماهية ويرقونا وبعدين يدفعوا لنا القروش بتاعت الحوافز. وبتاعت التشغيل. وبتاعت الاوفر تايم. نحن لما تجينا القروش دي ناكل ونضرب نكون تمام صحة تمام ثاني ما في اي مرض ذاته بجيك. بعدين يا اخي المرض كان جاك مع كفارة يا اخي من رب العالمين يا اخي. المرض ونعمة بالله من رب. العالمين يا اخي عارفين لكن. ما في اجراءات متبعة حق شنو؟ اجراءات سلامه صحيه امنيه. سلامة. اي بمعنى بي انتو ديل. أي. العاملين والناس الشغالين في الورش. أي. وده شغل خطير جدا يعني انت من الورشه دي للورشه دي من. أي. المصنع ده للمصنع انتو حسي يعني انا اللي اكتشفت انه. أي. طفايات للحريق. حريقه لو قامت بوب كده كلكم حتجروا الزلط ما فيكم زول حيقعد. دي نار يا ابني. ما نار. الطفايات دي كانت قاعده وربنا اراد الحريق ده. نحن عاد مع الغدر نمشي وين؟ لا ما عندنا طريقة. ما صار مع الغدر لكن. هاي. لازم يكون في وعي بيها، لازم تملوا طفايات، لازم وبعدين الكلام ده مالك انت موجه. انا بسألك انا هسه لابس هذا لابس. دي ما بتحميك من اي مخاطر. كيف؟ دي عندنا نحن هنا. هاي. ما بتحميك من اي مخاطر، في كتيبات نحن بعتنا لك. قصدك الجوانتيات؟ نعم الجوانتيات. فالجوانتيات دي بتحمي لك اصابعينك من الروايش من البنزين الحار من الزيوت السخنه. بعدين الصودا بتحرق الاصابعين. هاي صح بتحرق الاصابعين ولا صابون حار لكن ما انا بعمل حسابي مع حريف لكن
لا ما انت عندك خبره لكن برضه ما بتمنع من الاصابه بتاعنا لاولادك امراض جلديه امراض تصيبك يعني والتنفس والاستنشاق يا استاذ يا استاذ انت انا الدار اعرفه كده اديني بياناتك لو سمحت انت اسمك منو والله انا قررت انزل المعجزاتي خلاص بعد انا فايتهم ذاتي فايتهم كيف يعني؟ قلت لهم ادوني معاشيش انا ادوني استحقاقاتي بس قلت بعد يصرف لنا حوافز وترجع الاخير عشان المعاش يكون كويس طيب انت هسه بتضمن تمشي البيت ترقد من غير اي مشاكل في الصدر اي مشاكل في الرجلين اي مشاكل في في في, في حتى في راسك يعني ممكن تقع فيك شايف المكنه دي ممكن تقع في راسك ممكن تعوقك ممكن تصيبك في طاقيه كبيره بتاعت حديد بتتلبس في شفاطات عشان الابخره خوذه ايوه عندك عندك لكن ما قعدت تلبسها ده كان جابوا لنا كان زمان كده والله ذكرتني زمان كان جابوا لنا هنا بتاعات كده قال تلبسوه ايوه والطاقيه ايوه في طاقيه طاقيه لذيذه كده لا في شنو بتعيقك ما بتخليك ما بتخليك تشتغل أيوة كده بعدين بتجي شنو بتكون أيوة مستعجل أيوة انت بتجي خاشي كده يكون عندك شغل هنا وعندك حياه أيوة هنا أيوة ما أيوة بتكون أيوة خدت بالك عشان تلبس لك طاقيه ولا هنا انسى يا لا لا لكن الكلام ده خطير انا لازم اقوم يعني اكتب التقرير ده وانا احنا حنجيب لكم مخالفه لكن الطواقي جابوها لنا الطواقي جابوها والابرولات جابوها الابرولات جابوها ولا مؤاخذه برضه جابوا لكم الجزم اللي بتحميكم من الاصابات بتاعت الارجل مش كده؟ دي بصرفوها لنا طوالي جابوها لنا طوالي جابوها لنا في المصنع طوالي لكن ما بتلبسوها ما لا ما بنلبسها وفي واحدين تحت تحت بيمشوا بيبيعوها برا والله انت الله ما قرنا خلاص عرفتها عرفتها انا اسمع لا خلينا في موضوعنا بالله خلينا اسمع لكن لكن يا حاج ولا اسمك منو؟ عاطف احنا ما كبرنا خلاص بعدين احنا ذاته خلاص الشغل خلاص الحمد لله وما جاتنا حاجه الحمد لله ما في لسه شباب تحتك حيشتغلوا ربنا يغطي عليهم لو ما وعيناهم احنا بمسؤوليه انه الواحد يلبس ويلبس الجلوزات عشان يحمي نفسه الله ما كريم الله ما مغطي علينا احنا ما شغالين في المصنع ده انا ما شغال 20 سنه ربنا ما مغطي علينا طيب انت قاعد توعيهم بدورك انه الحاجات دي مهمه للغايه انا ما فاضي انا ما بجري انا ما جاري ما شغال ما معلم كبير في المصنع هنا 20 سنه ما شغال جاري يا الله يا اخي ما طيب فاضي يعني انا اسمع يعني انا الاجراء الدايره منك انا حاتخذ اجراء سريع جدا جدا لا تتخذ اجراء في شنو مخالفه لا طيب هاي. انت تتخذ اجراء في شنو انا حاتخذ اجراء لانه ما في اي وسائل للسلامه متبعه جيتوا كلمتوه لكن كلمنا عبد الجبار انا عبد الجبار قال بس ما كلموك ساي فجاه كده يجوك لا انا ما انا ما انا ما بسامح في حته زي دي لا. انا حكتب المخالفه انتوا طيب تسامحوا ان احنا الحوافز ما يجيبوا علينا التشغيل ما قروشنا ما يدونا لها تسامحوا فيها ما في زول بيدافع علينا لما تجوا لحاجاتكم شغلتكم انتوا تدافعوا مش شغلك انا استاذ انا اللي شغلك انا شغلك طيب كنت تسرقوا انتوا شديدين كده انت شغال في الحكومه ولا وين شغال في الحكومه نعم طيب انا مندوب خلاص كلم ناس الحكومه ده قول لهم يا زر المصنع ده خلي ادينا قروشنا انا اوفر تايم لو شهر ما نزل عندك مكتب بتاع عمل عندك يا استاذ لو ادينا قروش اكلنا صح بتكون كويسه صح يا اخواني قال لهم ناكل كويس تمام شو صحته تمام يا سيد يا سيد يا سيد شنو تاني على الله يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد عندك مكتب بتاع عمل ممكن تشتكي فيه حقوقك الماليه اما انا ده انا ده مسؤول من صحتك النفسيه والبدنيه والصحيه والجسمانيه عاطف المعاش يا عاطف والله اهتمامك ده كان جانا في اهتمام بتاعت حقوق الناس والمواهي وبدل الترحيل وبدل التشغيل وبدل الحاجات كان احسن لنا يا اخي نحن ما نحن دارين ماهي دارين قروش ماني توكس يا اخي ما بتعرف ماني توكس ماني توكس قروش نعناع فطور اكل يا اخي نحن الفول ده انتهى مننا ذاته يا اخي الواحد من الساعه 12 تلقى نام يا اخي هلا قبل دقيقه ايوه بس عشان النوم بتاع الفول ده هو اللي بيسبب الاذيه العامل تخيل معي هاي. العامش ماسك له قطعه بتاعت حديد داير يبرد له راس هاي. في رندل الرنك داير عمل له الحاجه بتهدى بتاعت الزيت دي خدت الحديده هاي. وضرب الفول لاحظ ضرب الفول دقس كف بيقطع يده ما دقس لكن قال لا دقس يا ابني اهو انا مش دايه مال الزول مش شغال ده بكون بعد بفكر انت انت بتتكلم عن شنو انا يا حتى خليني انا خليني اسال الجماعه ديل قول لنا المهم شباب. المهم في الشغلانه يا اخوانا بس اجي وانت بس باقي ولا ادونا القروش حقنا عشان ناكل عشان تبقى صحتنا كويسه ها ملابس وحمايه يا اخي لو سمحت يا اخي لو سمحت يا 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 استاذ يا اخي دقيقه انا ما ادري اتكلم تفضل اتكلم تفضل وينو هلا
تعالوا عليك الله المواهي والقروش والحوافز والحاجات والتشغيل لنا نشتغل لحد الساعه 5 و6 بالمساء عليك الله. احنا لو ما ادينا قروش، القروش معها محركات الزيت والحركه بتاعت بني ادم شددين على رقبتنا. بس ادونا قروش بتاع نشاط الشغل، ادونا قروش، ادونا قروش. جبت الطاقيه، جبت كسكته، جبت حمايه. لا يا استاذ، مفترض مدير الشركه يوفر لك او مدير الورشه يوفر لك على الاقل لا مؤاخذه جزمه تحميك من الاصابات بتاعت الارجل. جوانتي عشان هو انت هسه دلوقتي يدك ما شاء الله بتكسب بها رزقك ورزق عيالك. يعني لو لا قدر الله اصبت هنا او لا قدر الله وقع فيك مفك هنا ممكن يسبب لك اشكال اوعاها. يعني لو لمسه طاقيه افتكر انت. نعم نعم. يلا اديك مثل قريب. قال ما صبر وصلى ولا دار مغفره الله. أيوة. لو قالوا ما في مغفرة وفي جنة وفي نار ما توضيت وصليت. نعم. اديني حقي عشان اعمل حماية لنفسي. طيب. الرأي اذا كان منهم في حاجة معقولة، جيت لي شغل بفاتورة سدد لي الفاتورة عشان اللقمة تبقى معقولة. كويس. عشان ما ناكل الفولة. ناكل لحمة معقولة. يا ولد. جيبك شنطة والكرسي يا ولد. إذا تأخروا ما أكون أنا صباحا أنا واقف، مفروض أول ما أجي أقف هنا فخدت لي الكرسي طوالي، خدت لي الشنطة. أسمعوني هنا، المكنة اللي هناك دي تمشوا تنزلوها، ما تقول لي ما بنقدر وتجي هنا، ما تضحك لي، ما تضحك لي. سامع كلام ده ولا ما سامع؟ هذا يا معلم. أهلا مرحب. كيف؟ المفك ده ودي لي ربيع. معلم كيف؟ هاي تمام؟ تمام والله الحمد لله. ان شاء الله كويس. كيف الحال؟ كيف؟ ان شاء الله بخير. الله يخليك. الله يبارك فيك. يا اخي العربية دي ثاني قاعدة تعمل حركات كده ما اعرف والله. يا اخي دقيقة بس. في صوت كده. عندي تربطها، تربطها تحت في الحتة اللي أنا قلت عليك. أمشي يلا. لكن ده بيعرفها يا أخي. هاي بيعرفها. تعال يا أخي وصف لك كويس. تعال تعال. قلت لها حاجة ساي غلط يا أخي. يا أخي ده أنت فهمت حاجة يا ولد؟ بتعرفها ولا ما بتعرفها؟ بتعرفها ولا ما بتعرفها؟ يلا أمشي. بالراحة يا اخي تنتلو كده ما بتجيب يد في يدك يا لا يعني دايرنا دايرنا تهول لهم كده يعني ولا كيف يعني انت شافع صغير لكن ها انت شافع صغير شافع صغير يندرش هنا يا زوروي ما له يندرش ما له لا ما يندرش هنا ما بيتعلم لا تعليم كده ايوه يا خذ لما فكين ثلاثه في راسه يتعلم يمشي زي الطيقه اوعى انا لما صغير ما بيعرف حاجه على قدر شنو يا ابا نحن في روضه هذا وزاد المفروض يكون في الروضه يا سادته المفروض يمشي يقرا ما تعصر عليهم كده لا لازم تعصر عليهم كم احنا عصروا علينا كده عصروا علينا كده حتى تعلمنا ما في تهاون ده حديد حديد يلاقي حديد دق اي لكن حديد من قول التيت كده طوالي وشافع صغير هذول كيف يا حديد ده ما شوي شوي تعال 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 شوي شوي تعال شوي شوي هذا هذا ده شغال ده شغال في المنطقه يشغل كهرباء كمان يفك لك الستارتر ده زي ما حصل شيء ده يشتغل كهرباء؟ ايوه يشتغل كهرباء وتشتغل كهرباء هبا 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 الله والله لكن امشي فيك الكويل اليمين ها امشي فيك وبعدين فك لي معاك السخان كويس؟ اسمع بيعرف يشتري سبيرات؟ بيعرف يشتري سبيرات تعال والله ايوه صرت تشتري سبيرات؟ بيعرف يشتري سبيرات أسأل أنا أها أسأل لك ويل مش يجيبه؟ بيجيبه لك الأصلي لكن بتعرف الأصلي؟ أبغشه زايد هذا أبغشه ها؟ ما وريتك له مذاك؟ وريتك له مذاك ولا ما وريتك له؟ ها؟ بشوشك على بشوشك وريتك له مذاك ولا ما وريتك له؟ ما تتعامل بعمر أمشي جيبه له أمشي جيبه له أدي القروش أدي القروش يا اخي ما بيعرف يا اخي لك الله هذا يا اخي أدي القروش بيجيبه له هو زاد كبير ما بيعرف يا اخي تعال تعال ما عرفت تربطها ماشي؟ تجيب الكويل الاصلي ها؟ لعمك ده تفتش له يعني لو ما لقيته ما تجيني راجع. اصلك ما تجيني راجع. لو جيتني راجع بالمفك ده وين؟ لا 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 وين؟ لا لا ها؟ في الراس ايوه في الراس اديه القروش اديه القروش والله جيب لي زول واعي كده يا اخي يقدر يعرف يا اخي وجيب لي معاك اللمبه دي ها؟ جيب لي معاك اللمبه دي اللمبه دي سهله كده دي بجيبها دي ما فيها هاي دي ممكن يجيبها اديه الكويل ذاته بجيبه لك هاي لكن هسه كم مالي الشمس الحاره دي يمشي فيها؟ ها؟ الشمس الحاره ماله يا وش يا على قال الشمس الحاره اي والله هسه الشمس الله الشمس الحاره يا ودي انت قاعد تقعد في الظل؟ لا لا قاعد تقعد في الظل؟ لا لا اسمعوا قاعد تقعد في الظل؟ لا لا
ما بيقعد في الظل وما بخليه ولا ثانية. اتعودوا خلاص ولا ثانية يا ناس. اتعلم خلاص على الشمس. اتعلم على الشمس يا زول حربي. انا الشمس دي حرة كيف؟ انا الشمس دي حرة كيف عليك الله يا اخي؟ امشي فيها. هسه انا جيت انا مشيت لبتاع زبيرات واحد بس ما لقيت عنده الشمس ذاتها حرقتني جد. قلت امشي للمعلم ابراهيم ده خلي بالك يرسل واحد من اولاده ديل لانه متعودين على الشمس. انت عودتهم على الشمس. عودهم على الشمس لازم يسخنوا لحد ما ينجضوا. الشمس دي بتنجض. صغار ديل انجضوا؟ انجضوا ايوه انجضوا. شفت يخش تحت العربيه دي يندعك يفك العادم ده كله من اوله لنهايته. يطلعوا برا هنا ويلحموه. والله هذا ده قدامك ده هسه انت زمان عملوا لك كده؟ كيف دق بالزرديه مش بالمفك يا زول بالزرديه انت قايل الصلعه دي من شنو؟ ما من المفكات والزرديه طق ترق طق شعر ده شعر كله. لكن ما بقيت معلم تمام. ها 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 هسه انت معروف مشهور اي زول يقول لك يا زول عربيتك دي بس ابراهيم امشي لابراهيم بقيت معروف خلاص مشهور. ايوه لا والله انا فعلا. يا معلم شنو؟ جهز لنا البتاعات ولا ما جهزها؟ الله الحمد لله بدينا المسا خلاص كويس. ها لا فرده ولا شنو؟ لا فرده هي لا فرده. لا والله البهوجي عندي رفرف هنا داري يعملوا لي يظبطوا لي. هاي والله هاي. خلاص انا ذاتي قلتها هاي كذا انا كذا كذا انا اجيب لك كرسي واجيب لك القروش. اقعد هنا اقعد كذا اقعد كذا اقعد مش العرب اجيب لك كرسي انا اقعد اقعد وين بيجيب لك كرسي؟ لا معلم بيجيب لك كرسي الواد. يا ولد بيجيب كرسي بيجيب لك كرسي عشان ماشي العربيه اجيب لك القروش. خلاص امشي جيب القروش. لكن رسل لي واحد كبير يا. لا لا ده بيجيبه ما عندك مشكله. امشي يا ود تفك الجربوكس. ها تكلم معاك اخوانك ديل. يا معلم يا معلم كيف الحال ان شاء الله بخير؟ قدر كيف حالك؟ كيف الحال؟ ان شاء الله طيب ان شاء الله بخير يسلمك. تمام الله يبارك فيك. وين يا معلم؟ فرشه الكمونيه دي كده مالك الليل. والله يا اخي بفتش ليلي ما فكت غير من الصباح. ما لقيته. اسمعك انت رسل الولد ده يجيك هناك يا اخي جنين هناك انا ما بدي مش مفك. كان دار مدربيته بديك لها شغالين الاولاد شغالين بيتنا مع عامره فك لهم مكنه بهناك والله الاولاد كلهم والله فكوها فكوها انتهم منا نزلوها جاي هذا الجنزير ما داري حاجه هذول اللي دارين جنازير قول لنا هي العزير. اها انا ما اعرف عليك الله عليك الله. بتتذكر زمان لما كنا صغار؟ ها ما بتتذكر لما كنا صغار علي بالايمان معلم حسين البيجاي ده؟ اها والله مرة قربني بالزردية هنا. ايوه عليك الله قشيب. لا 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 لا, لا, لا. يا اخي دي قرمة والله اقسم بالله العظيم. أيوة. لكن انا اقول لك حاجة. ايوه انا هنا زمان ما شوية طايعين وبنفهم شوية وبنشربها طايرة يعني بتبك كده للمكنة باب بتشربها. لكن يمينا بالله في جنيات الايامات دي في شفع صغار في شفع صغار الايامات دي يا زول والله انا طارد هسه قريب 20 ما بسمعوا الكلام. اول بعدين نحن زمانك يا معلم عندنا اثنين بننزل المكنه دي بنخطها نفكها لك كده زي الكمونيه ما من غير جنزير. والله تقول الناس دي بياكلوهم في سمك. كيف يا اخي؟ تجينا الساعه 5 مساء تلقى المكنه دي فوق شغاله. ايوه 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 كيف؟ شغل نظيف. لكن انا داير اقول لك حاجه يعني هسه يعني احنا كده وشغالين هسه هنا في المنطقه دي انا داير اقول لك حاجه انا حقيقه فك زيت ما فكيت زيت لسه ايتا يا اخي بضمن في شنو يا اخي عليك الله يا اخي المعلومه غلط المعلومه غلط بتاعت شنو المعلومه غلط يا اخي كم عفره كلمت 100 مره لما نجينا زبون قلت لك اول باول تفك له الزيت طوالي خلاص كويس. اه يا اخي ما تاخر يا اخي ما تجربوك في المشكله شايفك اللام دي ضغيت يا حبه. لا لا ما تغيت يا ما تطغى علينا. الله اكبر ابشر بقى. ايوه علمتك انا الله اكبر خطير يا يلا الكاشات بتاعت الزيت. ها الكاشات بتاعت الزيت جايك لا تبشر هذا رسل لي الولد 70 جنيه. ايوه لا لازم انت تعال دقيقه هنا. أيوة. ده عامل لي معلم حسين زمان ونحن زمان بننزل المكنه ونفرتقها ونشرها. كاشات زمان كانوا بدونا ليها انا وانت لما الصبيان كانوا بدونا كاشات يا ما كان بيفلقونا في راسنا ده وبقول لك انت بدك تحت البوكه. لا دي كاشات يمشي يشتري الزيت يا حبه. انا قايل حاجه تو اخر اليوم يا اخر اليوم تقبضوا كده فرحان جد عاد يا معلم وشتت مبتين لا دي ما دارت تعملها يعني ولا شنو بتاع شنو هنا ده ما دارت تتمه يعني ولا شنو البيت ده 80 سنه قاعد كده ويب ويب ما في حاجه ما دار اقول لك حاجه هاي مقارصه كده زي يعني انت حتديهم حقهم ده كامل انا ما دار بتعلم فيهم وبيشرف فيهم ما تسمعني يا وهم انت ما تسمعني يا اخي كويس
انا الحوش الفاضي ده دار استغله واخد فيه المكانات. ما انا ده القصد لك. بعدين عندي شوف اكوتار شغال اللي جوا وبحته. أيوة. بقول لهم في الكوليه الحاجه الفلانيه دي خمسه دقائق. كويس كويس. جميل 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 جميل. آه. جدا جدا ده كلام جميل. اسمعني يا اخوي هسه انا عندي بهناك عربيه واقفه تعطلت لي بهناك والاولاد ديل سافر والمعلم الكبير سافر عندهم بيكا كويس دار لي يا خالق الله اثنين ثلاثه كده يمشوا يجيبوها لي من هناك من ورا هناك الفسحه ورا الاشلاق. ده زبون ولا شنو؟ زبون هاي قديم يعني بس داير اربعه خمسه شفه يمشي يجيبوها من هناك ترتيروها ونزلوا المكان ورا الاشلاق هناك ورا الاشلاق هناك بالله. من النوع الشفوت كده وبيكونوا بيعرفوا الشغل. زي اللي ضينات الصغار الجداد ديل اربعه. هاي ما تجيب سحاب يا اخي. سحاب وفي قروش سحاب يا فرد حبه. هاي حبه شوف ديل بيعملوا اي حاجه مش بيلزوها. ايوه بيعملوا اي شيء. ايوه بس خلاص يلزوها ويجيبوها. وقام قلت في كليك المكنه ويجي شايل لنا في كتفون يجي بيعملوها. بس جميل جدا المدار زي ديل. بس يا ولد محمد. هاي تعال تعال خلاص جميل. معاكم منو ثاني؟ ديل كفايه ولا ازيد لك؟ والله يا اخي ديل بيقدروا. ديل بيقدروا مكنه كامله يا ابراهيم. تقدروا تجيبوا العربيه دي ولا بتقدروا؟ ها هاي. اول أيوة. ما تقلل استرتر. لا تخليك في زيتك. اول للزوا بس ها اول للزوا. ما تخلي معاهم يا اخي. لا داير انا ما تعجبوا. ناديو يا اخي ناديو. ما تعجبوا. اسمعني هاي دين بيقدروا ها مربيهم كويس معلمهم كويس. يا زول ليه التفاتيح بيشربهم كويس يا زول. هو يقول لك حاجه هاي. ها هاي. ديل شنو كف نف كف نف كف نف بيجيبوها وين الدايمه بيقلعوها. اقلعوا لك حنان لازم. خلاص كويس. اقلعوا لك اسهل من الدروس بالبضي بال ليش شفوت يا ها ها. خلاص كويس يلا اراه يا اولاد يلا اراه نتخانق تمشوا ها ها. بعدين الواحد ما بقصر. عايز ما يتركب لهم قدام زوقة خليهم باللزوق. جدا جدا. أيوة. كويس خلاص. يا لطيف يا لطيف. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. يا ولد محمد اها عيني يا معلم. اسمعني ما تشيلوا من الزول ده قروش. سامعين الكلام ده ولا ما سامعينه؟ ما في زول مديد ولا حتى لو وداكم قول له ما دايرين. امشوا يلا. عيني يا معلم. ايوه عندي عليك الله عربيتي بقت بتسخن كده والتقسيمه بقت هناي يعني جايب لها صوت كده ما اعرف كهرباء ولا شنو. تعال يا عزيز ولا سيور. تمشي تربط السلك ده هناك في العربيه بتاعت المرسيدس اللي هناك. ها تمشي تربطه وتجرب لي الوصله دي شغاله ولا ما شغاله. اعمل لها اللمبه ذيك كويس. يربط منو؟ يلا قاعد يلعبوا بيه ولا شنو؟ قاعد يلعبوا بتجيبوا شوفوا يلعبوا هنا ليه حتى ما وسخانه هنا. يلعبوا كيف يعني؟ ده ولدك؟ لا شايفانا بنلعب ولا كيف؟ يعني ده لعب؟ لا ما احنا عشان شايفك ده دي الولد يعني حيطلع الكهرباء عشان يلعب بيها حاجه خطره. المفروض تخليه يلعب في البيت ما تجيبه معاك محل الشغل هنا. تعال ياسر. لا يعني احنا قاعدين نلعب يعني مثلا كلامك ده ولا كيف يعني؟ لا ما لعب انا بقصد لك لولدك يعني ده ما موضوعنا. انا دايركت اشوف هنا للولد ده يعني لولدك يعني لانه ده ولدك يعني المفروض تخليه في البيت حته نظيفه تجيبه هنا يعني. ده دير رياضه اطفال ولا شنو؟ امشي اربط لي اربط الكويل ده هناك وشوفه لو اشتغل. لو اشتغل خليه قبله في العربيه. لو ما اشتغل جيبه امشي لي امشي لي لي لي, لي امشي لعاطف هناك. امشي لإيهاب. ولا ادينا واحد زي ده. انت دي عده يد ولا لعب؟ انا دايره ورشه يعني. يا بنت الناس ما لقيت دار تصلي عربيتك ولا دايره تلعبي؟ انا داير عندي شنو اللعب وما اللعب وبتاع. انا انت شايفانا احنا شغالين ودي ورشه فاتحينها للعب يعني ولا شنو؟ زي اللي قاعد تلعب الشفه ما شايفاك دخلت لك هنا. لا انت شايفه ده باسكت بول؟ ده شايفه باسكت بول؟ ما دي عده بتاع الشغل. دي عده بتاع الكهرباء وعده بتاع ميكانيكا. طيب عربيتي دايركت اشوفها لي. ما شفت عليك قبل كده قصرت معاك انا؟ ليه بتجي تتلوم معايا انا يا اخي؟ اها ايوه ها؟ فطور. الفطور؟ يا اخي تفطروا شنو يا اخي تفطروا؟ تفطروا طوالي تاكلوا انتوا يا اخي؟ ما تمشوا على المهمه اللي اديتكم لها دي يعني؟ ما تعمل فطور شنو يا اخي؟ هناك حرام عليك ده انت قاعد تشتغل معاه؟ انت بتقرا في مدرسه خاصه ولا شنو امشي يا اخي؟ لا لا حرام عليك يا اخي راسه. اعمل لك كده في راسه. ما تجرب يدك. ما تدلعيه. اوعك تدلعيه. اوعك. ليه انت مشغل السدال معاك هنا؟ لا ها وانت يا مشرفه بتاعت محبه وعاطفه انسانيه وبحته ولا كيف يعني؟ يخاف الله يا اخي. ها يعني شنو يعني؟
يا حرام عليك يا اخي والله الولد ده قايله ولدك قايله ولدك وقعد تلعبه هنا بعده هناي يا بنت ده كهربجي ده كهربجي يهز ويرز هذاك اه معلم الفطور ما قلنا لكم يا طوالي فطور فطور جوعي شنو يعني ما شربتوا الشاي حسي بالبسكويت شنو ما آه يا غلاط ولا شنو يعني غلاط ولا كيف امشوا برا فطور برا لخمه معاكم امشوا جيبوا العربيه دي وتعالوا امشوا يلا امشوا بالراحه شنو يا اخي بالراحه يلا ايه اللي فطوره هنا يا اخي هيتا بعد ما اجيب لكم ايس كريم ها ولا كيف عين دير شغالين معاك هنا في الورشه دي الليله طالع وانا بالفطور بكره بقول لي اجيب ايس كريم الله حلاوه مصاصه عين انت تشوف عدين ها اطفال ديل ايوه مشغلون انت معاك هنا في الورشه دي لا لا جايبوا الرحله انت شايفان بيعملوا في شنو كلامك كثير الله يبارك فيك خلينا عليها عين بتاع الولد ده انا بس داير اعرف حاجه عليك الله لانه انا عشان ما اكون فاهمين غلط عشان ما تكون فاهمني غلط انا متخيله انه انت الاطفال الصغار ده مشغلهم معاك في الورشه دي وانه الحاجات دي بيمشوا بيعملوا شغل بجدد قاعد يعملوا شغل بجدد ولا قاعدين يلعبوا وقع لي الحاجات دي والله يا بيشتغلوا انا شايفه لبسهم ذاته اللي بيشتغل والله اللي بيشتغلوا شغل والله الكبار ما بيشتغلوا يا اخي تشغل ديل والله ده ديل تم 14 سنه والله ده بس الولد عمره 14 سنه ضاغط لك ضغط 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 فرحان ها كيف بتعزف فيهم ليه اعزف فيهم انا بعلم فيهم يا استاذه ما بعزف فيهم انا بعلم يا اخي كده عذاب هسي في الشمس دي ويشتغلوا حرام عليك يا اخي ده لسه بيقدروا يشتغلوا يا اخي ده داير له لقمه نظيفه يا اخي ما تجيب حاجه كده قلت له مش ركبه وين اكبر من يده يا اخي حرام عليك مهنه في يده مهنه في يده لا حفله بتبوظ ولا حاجه دي مهنه في يده عنده مفاتيحه دي ري 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 يفك المكنه يا معلم كيف الحال تمام ان شاء الله بخير الله يبارك فيك جبت القروش ولا ما جبتها شيك شنو يا اخي انا كلمتك 100 مره قلت لك ما تجيب لي شيك يا اخي دي عندها دي زبونه زبونه ولا مصلحه اجتماعيه ما عارف المهم هاي هاي عندي اللي هنا دي ها هاي ما عندها عربيه انت بتتكلم بالراحه كده ما لك دار تسرقنا ولا شنو ها امشي اجيب القروش واجيبها امشي اجيب القروش وتعال يا اخي خلينا في موضوعنا يا اسمك انت يا اخي حرام عليك يا اخي ده الاطفال ديل يا اخي دقيقه عليك الله بجد بيشتغلوا معاك الاطفال وينهم يا بنت يا اخي الاطفال شوف على السجوك قالوا لك دايرين فطور يا اخي هسه انت شايفه لك شكل اطفال اطفال هاي شايفون اطفال الطفوله دي بالمناسبه بمجرد ما خشوا المنطقه دي راحت منهم والله يا اطفال انت غمستهم في ذات ولا عملت لهم شنو انا ما عارفه سحبنا منهم من الطفوله سحبنا منهم من الطفوله كده هاي سحبتها منهم والله حرام عليك طيب خلاص قول دايرين يشتغلوا ودايرين يتعلموا ما في مشكلة أول شيء سنهم لسه هم صغار مفروض شوية يكبروا كده بعدك تعلمون يا بنت الناس عليك الله أنت ما عارفة حاجة ساي يا أخي ما عارفة أهلهم ذاتك يا أخي يا أخي ديل ناس يا أخي أقول لك حاجة بيساعدوا أبواتهم في البيت وفيهم واحدين في الإجازة بيشتغلوا وبيمشوا بيقروا بعدك بعد تفتح المدرسة بيجوا يشتغلوا هنا عشان يتعلموا لهم صنعه طيب يلا هم محتاجين أه. وزي ما انت قلت هم شوف عمرهم قدر كيف وسيرهم خلوهم يجوا يشتغلوا اخير فعلا من يعملوا يحوموا وكده يجوا يشتغلوا لكن طيب انت برضو مفروض يعني تديهم شغل بيقدروا عليه ما تكلفهم فوق طاقتهم ما بيقدروا يعملوا الحاجات اللي انت بتعمل فيها دي وبعدين مفروض تحافظ على سلامتهم زي اولادك يعني يعني ما توقفهم في شمس وتجوعون يعني الناس اذا وقعت فيه حاجه في راسه ده ما يعني بتعرضوا لمشاكل يعني بتعرضوا ايوه هسه انت هنا دي هو هسه دي قاعد هنا دي امن يعني هسه قال وقعت فيه حاجه من في راسه ده ما قضاه وغدر خلاص انتهى خلاص لا لكن يعني ما تعرضوا للخطر انا اعمل ليش شنو بعدين انت بمعاملتك الغاسيه لو بتلزوا من راسه حرام عليك ده طفل يا ده بيتعلم يعني ده بعدين لما نكبر نفسيا بيكون عنده مشكله نفسيه انت بتقول لي راسه وما راسه يعني راسه ده ازرع لك قطن لا يقطن انت ده يا اخي قلت لك ده طفل علم صغير هاي آه يا الولد ما قدر يربط بعدين عمل شراره كده السلك ضرب كده وين الولد الولد هناك قلت لها حرس العربيه وما تزح منها ما كانت تسوق لكن الشراره دي ما بتطير في بتحرق واسمها لا لا خلاص ثبتناه يا شوف هذول يا معلم يا اخي ما بيقدروا على الحاجات يا اخي انت قاعد تحملهم فوق طاقتهم يا اخي حرام عليك يا اخي يا اخي ما ممكن يا اخي انا هاي علمهم والله الولد تحليت عليه وبعدين حاسس انه خايف كده لو ما عمل الحاجه معناه انت معناه رجال دقه ولا رجال شاكوش ولا رجال حاجه ما ممكن يشوف الصغار عشان ما يدون قروش بعدين ليه قال لك منو ما بدون قروش قال لك منو ما بدون الصغار ما بدون قروش قال لك منو جيب لك ناس كبار عشان تديهم قروش وديل ما يتعلموا يعني ديل ما بتديهم قروش انت كيف ما بدون قروش وقعت تديهم قروش
قاعد فطور ما بتفطر يا ولد الناس. انا قاعد اديهم مهنه يا اخي، ياكلوا منها عيش يا اخي، يساعدوا ابهاتهم ويساعدوا امهاتهم. يا حق الصابون انت ما بتدي لهم يا اخي، حق الصابون يغسلوا به هدومهم. بالعكس والله العظيم ازالهم هم، ازالهم هم، بهتني يا اخي، بهتني يا اخي، ما قاعد اديهم والله، بهتني والله والله قاعد اديهم معلم يا اخي، وحياة الله قاعد اديهم يا اخي، ما قاعد يفطر والله قاعد اديهم. انت زول اقول لك حاجه، انت زول تاكل الفعل كبده بغالي وهناي، عشان بيجيبوا ايوه لازم يضحكوا، لازم يضحكوا نظيف، لكن ما قاعد تاكلوني قدر قدر شغلهم. انا بديهم قدر شغلهم. انت بتجيب مش زيك انت، مش زيك انت، انت ما قاعد تديهم الحبه دي يا اخي، عليك الله دقيقه يا اخي، ما قاعد تديهم. انا زول نظيف يا اخي، والمنطقه دي كلها عارفاني، انا بربي اجيال كمية كمية. هذيل طلعتكم انتوا ولا ما طلعتكم؟ تعال يا احمد، تعال يا عنا، طلعتكم انتوا ولا ما طلعتكم؟ طلعتوا انجاد ولا ما طلعتوا؟ هذا قدامك لا قاعد قاعد كان تعلمت كده انا مو كده داير يعلم. ايوه لا يعني زو ده يلعب، ما يلعب في المنطقه، يمكن يلعب هنا عندها. ايوه هنا محل الشغل، محل شغل اي محل هنا جاي يستحمل. ده انا علمتهم كده. عاجبك عاجبك ما عاجبك خليها تمشي. ايوه عاجبك عاجبك ما عاجبك خليها تمشي. لكن ما يدعوا لعبه الطريقه دي. الله امرك منا، امرك منا يا اخي، شويه شويه سنه بيكبر يعني، امرك منا. انا زول نظيف جدا في المنطقه ومعروف، هسه ممكن يجيب لك. عارفينك يا ابراهيم. طيب كده دقيقه دقيقه نسمع، نسمع كلام هذا الشخص دوما اديتهم حقهم. اها قلت شنو؟ حرقت العربية، حرقت. هشوفهم شفت الساعة ولا شاف شافع جواه. والله شوف الصغار دول المفروض يشتغلوا ويتعلموا كويس. يما حس ان احنا ذاتنا هنا بنجيب، اشوف هذول بنعلمهم من عمر 8 لحد عمر 10 في الفترة بتاعت الاجازات. هاي فترة الاجازات بكونوا قاعدين في البيوت بينهم يلعبوا، والواحد هنا بيجي مع اخوه وابوه هنا بيشتغلوا ويتعلموا. أيوة. يتعلم الكهرباء ويتعلم سمكرة ويتعلم مكنكة بطريقة يكون مرضي يعني. هاي الفيهم نصيب طبعا، هم بيعتمد على القروش يعني، بيتعلم شنو؟ على التعليم، على التعليم. هاي يتعلم لكن طيب. بده يراعي انه طفل يعني، لكن طيب ها الطفل ده ما عنده حقوق، المفترض مثلا التعامل معه يكون شويه يعني، مثلا لو الشمس حاره ممكن تمرض، لانه الطفل ما بيتحمل، ما زي الزول الكبير. بالضبط، الزول الكبير عنده طاقه شويه. لا احنا هنا نحن بنعامل الطفل يعني شو ما زي ابنك يعني. ما هسه ده المعلم ده هسه بقول له نزل كده واعمل وشيل حاجات ثقيله، الطفل ده ما بيقدر على الحاجه دي. تخيل يعني يمكن تعمل اسلوبه شويه قاسي يعني من الاطفال ذاته.